أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات، ذلك بعد صعود دام ثلاث جلسات متتالية وسط أحجام تداول منخفضة. وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.914 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 46% ليغلق عند مستوى 11638 نقطة. انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق بذلك عند مستوى 2163 نقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3193 نقطة. نتحول إلى أسواق البترول العالمية، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 45% إلى 89.7 دولار للبرميل. هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 57% عند 87.76 دولار.